ماذا ترى يا إيكيدو؟ هذا مقر المستترين، ظننت أنه سقيفة أو ما شابه. بعض المقرات كذلك، وأخرى يمكن تجهيزها بزخارف ذهبية. كل ما يهم أياً كان المكان الذي نقيم فيه هو أن يظل وجودنا فيه سرياً. يحقق المكان ذلك دون شك. هل عثرت على أي شيء مفيد؟ ما من شيء يدل على علي، لكن نور كان على اتصال برجل يدعى بيشي. هذا الرجل أحد أقرب حلفاء علي داخل جماعة المتمردين. إنه عامل ميناء في الميناء الأقصى. انظر إن كان موجوداً في المنطقة، لعل لديه ما يخبرنا به عن اختفاء علي. عثرت على شيء. يبدو أن نور قد رسم هذا الحي بالذات وميز منطقة المصانع شمالاً بعلامات. ماذا يوجد بها؟ موالون للمتمردين. إذا كان نور قد زار هذه المنطقة لأي سبب، فعلينا متابعة ما فعله. مفهوم. هذه ليست أدلة قوية، لكنها تصلح كبداية. سأرى مع فولاذ ما الذي يمكننا الوصول إليه أكثر من هذا. كنا حذرين. هل لديك أي شيء آخر يمكنك أن تخبريني به عن حي الشارع؟ لماذا نال اهتمام نور؟ إن أهل ذلك الحي يضمرون الولاء للمتمردين، العامة منهم والعمال والتجار. بالتفكير في الأمر أتى نور على ذكر وسيط جديد يعمل تاجراً. إنه التاجر الذي يقطن في حي الشارع بين عمال دار صباغة الجلود. سأقوم بالبحث عن متجر. أرشدني يا إيكي. يتوقان لإتمام الخطة قريبا سيرحلون. انتظر لحظة. درويش باسم عزيزي، ظننت أنك مت. ما كنت أخشاه لك أيضا. ما الذي تفعله هنا؟
إن ملابسك، أنت واحد منهم الآن؟ كيف؟ مستتر، أعمل تحت قيادة روشان. أعذرني، هذا لا يصدق. حين لم أعثر عليك وسط الموتى رجوت أن تكون قد فررت بشكل ما. قضيت ليال أدعو الله أن تكون حيا وأن يرزقك السلامة، واليوم أجاب الله دعائي. لست جديرا بدعائك. لم يكن ما حدث في تلك الليلة بسببك، بل كان من عمل رجال أشرار، تعلم هذا، ولهذا اخترت أن تمضي في هذا الطريق، ولهذا التمست أنا طريقي إلى بغداد. إن عليا ابن محمد رجل طائش ويحسب نفسه بطلا عظيما في إحدى النبوآت. كم أبغض ذلك الرجل، لكننا نقاتل عدوا واحدا، عدو يجب أن أهزمه إذا أردت لنفسي السلام يوما. إذن فما قيل صحيح، أنت التاجر المتمرد الذي كان يساعد نور. ماذا حل به؟ إنه يجاهد للبقاء حيا، لكنه آمن وسط قومنا. سأكمل عمله وأطارد طغاة بغداد. كان علي يساعد نور على الاقتراب من مثل هذا الرجل، لكنه اختفى منذ ذلك الحين كما تعلم. لم يختفي، بل وقع في الأسر، وهو مصير تقاسمه العديد من المتمردين مؤخرا. هل تعرف أين مكان احتجازه؟ لقد اقتادوه إلى بوابة بيت حرس خراسان، لكن مضى على ذلك عدة أسابيع. صرت تنصرف مثلهم. تسرني رؤيتك مجددا. انتبه لنفسك، قد يرعاك الآن من هو أفضل مني، لكنني ما زلت عجوزا لحوحا. ويا باسم، إذا شعرت يوما بالقليل من اللصوصية فزرني، يمكنني الاستعانة بمساعدتك، ولهدف نبيل بالتأكيد. ذكرت أنك تحتاج إلى مساعدتي يا درويش في إدامة التمرد على ما أفترض. بالفعل، تساعد النقود بشكل كبير في ضمان ذلك، لكن من الصعب الحصول على نقود من دون الأملاك المناسبة. ألقي نظرة. أسمع أن عدداً من العناصر النادرة والفريدة تبطن جيوب بعض قومنا الشرفاء. أحضر إلي ما يحملونه يا باسم وخذ نصيبك. لدي هذا لك. شراء موفق، أحسنت. لدي شيء لك. أوه، مكسب جيد، أحسنت صنعا. إنك صياد كنوز جيد يا باسم، الآن يمكنك أن تظهر بمظهر لائق. تشرفت. أثق أنك تهتم بنفسك، صحيح؟ عد وجيوبك ممتلئة، لا تدع رفوفي فارغة. إلى اللقاء يا صاح. إلى أن نلتقي مجددا يا باسم، إن شاء الله. كن عيني يا إيكيدو. كان ينبغي لي إخبار ذلك لأبي أن يدخلني.
چرا حواست رو جمع نمی کنی؟ نحن جميعا إخوة. لعل بيشي هو من يحشد الرجال، وإذا سقط أحدنا يعينه الذي يقف إلى جواره. لقد تمزق شملنا وانقسمنا، لكن ها نحن باقون هنا، وما دام نبض في صدورنا فسيستمر هذا القتال. لذا اشحذوا أسلحتكم وادعوا الله أن يهدينا سواء السبيل. إنني أرى اليوم نصراً مؤزراً يلوح في الأفق. هل أنت بيشي؟ إنني حليف نور، تعرفه صحيح؟ نعم أعرفه، كانوا يطاردونه إلى خارج المدينة حين رأيته آخر مرة. أهو حي؟ نجا بالكاد، لكنه بأمان. وغد عنيد. ما اسمك؟ باسم. حسناً يا باسم، ألديك نصل غير سكين الزبد الذي تحمله؟ لعلك ترغب في سلاح أكبر منه الآن. لماذا؟ هل ستنطلق للبحث عن علي؟ ليس الآن، هؤلاء هنا نصف رجالي فقط، الباقون محتجزون عند الميناء في آخر هذا الطريق. قد يكون عددنا أقل مما يلزم لشن هجوم. إذا أردت إنقاذ رجالك يجب علينا السعي بحذر. سأذهب في هدوء، أطلب من هؤلاء الرجال أن يكمنوا متربصين ويرافقوا من نحررهم. إن قومك جميعا يفكرون بنفس الطريقة، لكنها خطة صائبة. وزبائن انصرف. استطلع المنطقة يا إنكي. يجب أن أخرج من هنا. هذا عليك بالتوبة وتتوب بغضب الله. رويدك سأسلخك حين أجدك. أرني كل شيء. اذهب إلى الميناء وعثر على بيشي. حان وقت التحرر. رجلا بريئا لوثه العالم القاسي. شكرا يا صديقي.
آخرهم، لابد أن أجتمع معهم مجددا. توقيت سيء. أنت مثابر يا باسم. لم أفعل سوى واجبي. سنشهد معا نهاية العلة التي ألمت بالمدينة. لا تبحث إلا عن الغول، يتحدث الناس عنه لكن أحدا لم يره قط. ما الذي تعرفه عنه؟ إنه يأخذ أعداء الخلافة ويجبرهم على الحفر في الصحراء، السجناء، المتمردون، العمال، ولا أدري ما الذي يبحث عنه. أسر هؤلاء الرجال مع علي منذ أسابيع مضت، وكانوا سيهلكون تحت الرمال. لكن ليس عليا، لقد اقتادوه إلى مكان آخر، ميزون بعلامات وفرقونه. كان علي مع مجموعة أخرى، أرادوا استجوابه عنك وعن أصدقائك. هل تريني هذه العلامات؟ فيما تفكر؟ لقد اقترب علي ونور من الغول اقترابا جعله يلاحظ ذلك. إذا وجدنا عليا فقد يرشدنا إلى الغول. إنها مجرد طريقة واحدة، ربما توجد طريقة أخرى. سأذهب إلى حيث يرسلون هؤلاء الرجال وأتظاهر بأني أسير. هل أنت مجنون؟ بل عنيد فحسب. خذ إليك هذه. ماذا أفعل بها؟ إنها عملة خدمة، سيساعدك من يقدرون قيمتها قدر ما يستطيعون. سأرسل الرجال ليحتشدوا عند الطاحونة المائية في الطرف الشمالي، إنها إحدى معاقل المتمردين، ستجد هناك ترحابا. وفقك الله. بارك الله فيك. إنها الحامية التي اقتيد إليها علي. رأيت ذلك من قبل؟ ألن يصبح التعامل بينك وبين الكاتب لطيفاً؟ الرجل يظن أن منزلته تخول له إطلاق لسانه بقبيح القول. إذا اعترض طريقي مرة أخرى فسأقتله. ومن سيدون أسماء السجناء حينها؟ أنت؟ إنك لا تستطيع ربط واقيات ذراعك. إذا كان هذا يعني التخلص من ثرثرته يسرني أن أتعلمها. أنت موجود هناك.
يبدو ذلك كله من الكتبة. سأحتفظ بذلك من أجلك. يبدو أن هذا هو مأوى الكاتب. قائمة بأسماء السجون، جميعها مصحوبة بعلامات مختلفة. لو كنت مكان علي لفعلت شيء نفسه. قوة الجيش تقاس بقوة أضعف جندي فيه. السلام عليكم يا باسم. وعليكم السلام يا أحمد، كيف كانت رحلتك؟ أنا أبو جعفر. صحيح، المعذرة. أهناك مشكلة؟ ليس بعد، لكننا اكتشفنا أن عليان كان يعقد اتفاقاً مع نور لنقل المؤن إلى المتمردين مقابل مساعدته. صحيح أن التنظيم شوكة في حلق علي، لكن عينه على الخلافة، سيريد منا احترام اتفاقنا معه. ماذا لديك من أخبار؟ هدفنا يدعى الغول، وهو يستغل السجناء والعمال في الحفر حول بغداد. أسروا عليا وبعض رجاله وميزوهم بالعلامات، حررتهم بمساعدة بيشي، لكنهم نقلوا عليا لاستجوابه. أراني أحد المتمردين علامته. إذا كانت قائمة المسجونين هذه صحيحة، فقد أرسلوا علي إلى سجن باب الشام. أين المتمردون الآن؟ عند طاحونة مائية في الطرف الشمالي. سألتقي بهم لأرى ما يمكنني معرفته أكثر عن هذا الاتفاق. أعثر على علي. إن سجن باب الشام أشد سجون بغداد حراسة، وأكد لك أن هذا الأمر لن يكون هيناً أبداً. سأبدأ الاستطلاع، نلتقي عند بوابة السجن الأمامية. أتنتظر وهلة قبل الانطلاق؟ لدي أفكار نريد أن أشاركها معك. كل أذان مصغية. أولاً، ابتكرت لوحة بالمعلومات التي أمدنا بها جواسيسنا في المدينة، اطلع عليها في وقت فراغك. ثانياً، هذه الأراضي غنية بالموارد التي يمكنها تحسين أسلحتك. اذهب إلى الحداد في الجوار، سيساعدك. وأخيراً، سأساعدك أنا في تحسين أي أداة. أحضر المواد اللازمة وسترى الإتقان الذي سأقدمه. إنك واسع الحيلة كعادتك. شكراً لك يا أبا جعفر. سبقني. هذا استطلاع طريق إلى داخل سجن باب الشام، يجدر بي البحث عنه، لكن قبل ذلك ربما أنتفع من البحث عن ذلك الحداد. من شأن أي تحسين يجريه على الأسلحة أن يكون مفيداً لي.
لا حياء هذه الأيام. يا أهالي بغداد، يحذرنا علماؤنا. لقد بالغوا كثيرا في الشائعات عن شر. هل يمكنك إسكات الذين يشوهون سمعتي؟ أعرني عينيك. أنت الشاعر سفيه اللسان؟ تملكني الغضب. من كان يعلم أن الكلمات قد تعرضك للخطر؟ إن جرح كبرياء رجل قوي من أخطر الأمور. دلني على الطريق وسأحميك من سخطه. المسار خال. في ريسانة عندما دفعني إلى التفكير في الأمر كان مقطعا. كيف سأعود إلى كرخايا لاحقا؟ تعال وتحدث معي. نحن في مكان آخر أليس؟ ذلك قريبي هناك، إنه يكتم أمر وجوده، لكنني أخشى أن يلقى حتفه لذلك. سأخلصه من ذلك التعارض. أريد الموت، ساعدونا، يجب أن النجدة قتل أحدهم للتو. كان أولئك المرتزقة سيقضون علي بكل تأكيد. لقد زال الخطر الآن. أترى أولئك المرتزقة الترك؟ أرسلوا لمطاردتي بالتأكيد. لا يبدون كتلاميذ شاعر بكل تأكيد. سأتولى أمرهم. أهلا، توقف. تبدو اتركوه، ستتولى الشرطة أمرك قريبا. الطريق آمن. سيلقاني بعض الأصدقاء هنا. بارك الله فيك، سأكتب قصيدة مديح لك. الشعر يطيب لأذني كالموسيقى، لاسيما حين يكون عني. إذن لابد أن تنال موسيقاك الخاصة وتخلد بسالتك في الذاكرة طويلاً بعدما يفنى كل منا من هذه الحياة الدنيا.
تسنح الفرصة للآخرين بالاختلاط مع الضيوف ونحن لا، إننا عالقون هنا. سنحتاج إلى معارف من أجل ذلك. لكن من يحتاج؟ ها هو حامل المفتاح المنشود. احرص على وجود الشراب الوافر للضيوف. انتزعت المفتاح، أحصل الآن على مكافأتي. علي حضور المزيد من الحفلات حقا. أتصدق هذا؟ ظننت أن الشرطة أكثر انضباطا. يخالف ذلك ما رأيته، الفساد يتفشى في المراتب العليا. لعنك الله، لا احترام لديك عمل رائع، لكن لا يتسع وقتي للإعجاب الفارغ. هناك فرص كثيرة إذا أردت. ألست جامحا؟ إنه المجرم الذي يبحثون عنه. لا تحدث جلبة. تشابه، قضي الأمر بالنجاح. كف عن ذلك أيها الفتيل. مقبرة الملكية التي ذكرتها أنت. ماذا ذهب؟ ها هو مكان التسليم، أثق أن الشخص المناسب سيعثر عليها. أحتاج إلى عينيك يا صديقي. أرسلني بيشي، سأساعدك حتى تبلغ مأمنك. لا أعرفك، هل يفترض بي الوثوق بكلامك فحسب؟ ألديك خيار؟ حسناً، أعرف طريقاً للخروج من المدينة. وتذكر، أنا منتبه أشد الانتباه إذا كنت تخطط لخيانتي. انظر، أمامنا خطر، تصدى له أنت. ابتعد عنه، ضاد.
آثار خالد. أمامنا بعض المتاعب. لا أريدك هنا. شقي لعين، سيتولى القاضي أمرك أيها الحرس. ماذا؟ المسار خالٍ. أتعرف المتمردين منذ زمن؟ طويل بما يكفي لأؤمن بدعوتهم. العلماء هم المشكلة في رأيي. انظر أمامنا خطر، تصدى له أنت. على رسل المسار خالٍ. إننا بمأمن الآن، لك جزيل شكري وثقتي. ختام جيد. هذا هو المكان المنشود. قدركم أيها المتمردون. مهلا، ما الذي يجري؟ مهلا، تمام. أخبروني بما أريد معرفته. لماذا؟ ولن يموت المزيد اليوم.
أهلا. أتنتهك الحرمات مجددا أيها الحقير؟ أجل ميت. لكن إياك وإغبارك. سأحتاج إلى إخلاء الطريق لأخرج القارب. الآن علي الوصول إلى القارب. سأحتاج إلى إخلاء الطريق لأخرج القارب. سيكون إبحارا يسيرا من الآن. بأمان الآن، سأرسو بجوار مكان التسليم. قضي الأمر بالنجاح. Thank you.
سيميز رجال درويش القارب. انتهى دوري. لم نسمع بهم شيئا منذ انتشار تلك الشائعة عن تحالف أبناء عبر لا نعرف إلا نظرة الكنوز. فارهي يا مرادي معاكم ألكسان.